السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ طيبين. المهم طبعا بخصوص الكلام اللي نزلت لكم اياه في المنتدى حق كيف طريقة انه الزبد انه بينزل لكم المقطع بعد شوي 5 دقائق، اتفرج ذا المقطع، هذا المقطع فاصل اعلاني بين المقطع والمقطع، عارف؟ بنزل لكم تحدي مرة بطل. التحدي هو اني اكل اندومي، طبعا هذه مكرونة حارة. شوف كيف هو اصلا ماسك الفلفل، طبعا مكتوب شعيرية فورية نكهة الكمتشي الحار. بس ما في شيء، والباقي الكتابات كلها بالصيني، شوفوا كله بالصيني. صناعة ايش هذا؟ صنع بواسطة كوريا، صنع في كوريا، شوفوا هي قاعدة امسك الكيس، شوفوا ادري ان الكتابة جاية بالمقلوب بس ماشي حالك، كوريا. وهذا هو الاندومي، شوفوا كيف شكله، اصلا شوف الملعقة كيف صارت حمراء، شوف تحسب إدام، هو مو هو إدام، هو فلفل صح؟ كأنه إدام، ما هو إدام، فلفل من قوة الهرارة هرارة. طيب يلا خلينا نجرب وناكل. طيب ناخذ لنا كده بالملعقة، ايش الملعقة التعبانة هذه؟ والله حار، اندومي كله طاح لسه ما اكلته. ما هو حار، والله يا عيال عرفت ايش النظام، شفت اللي يجيك يمشي بشويش عشان ساهر، هنا الحرارة نفس الشيء، عما تاكل وتشبع تجيك الحرارة كذا تطلع من الحلق، بس ما هي حارة والله، لاني اخذ سومطرة واحط، تعرف السومطرة؟ اكيد في بعضكم يعرف السومطرة ولا التباسكو، حط لانها احر منها. هذه النوعية لا تشتروها بعد كذا، هذه الشركة فاشلة، نوعية خايسة والله العظيم، ما في ولا اي في حرارة، لذعة قلت لذعة حرارة، بس انه شوف الطباخ كيف شكله جالس يبكي من قوة الحرارة، هو كذا والله ما في ولا اي شيء من حرارة. في حرارة بس انها ما تستاهل ان تكون، يعني بيقول لك اندومي حار، اندومي حار يقول، وانا جايب لبن عندي، شوفوا اللبن، جايب لبن عندي، احس اني لانه في نوع انا قد شريته قبل كذا كان حار مرة حار، هذا ما هو حار الصراحة. ماشي والله ماشي، هروح اكمل المنتج احسن بعد ما اكل اندومي ده.